كوريا الشمالية، السياسة وكرة القدم. اللي تابعوا من حضراتكم مباريات كأس آسيا اللي كانت في الهند، اللي فاز فيها العراق، دولة العراق الشقيقة فازت السنة دي بكأس آسيا. كان في ماتش مهم جدا بين كوريا الشمالية وأوزبكستان اللي عاصمتها طشقند. أوزبكستان وكوريا الشمالية، وكوريا الشمالية كدولة كانت مهتمة جدا بالماتش. ليه؟ لأن أوزبكستان قفلت سفارة كوريا الشمالية في بلادها في طشقند، وبالتالي دي آخر سفارة ليهم في دول الاتحاد السوفيتي السابق. فالكوريين الشماليين متضايقين جدا من إغلاق سفارتهم في أوزبكستان، فكانوا مستنيين بقى الماتش ده علشان يهزموا أوزبكستان أي حاجة تحاول تشفي غليل الكوريين الشماليين بعد إغلاق السفارة وبيع مبنى السفارة وبيع سيارات الدبلوماسيين وطرد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين. لكن للأسف حارس المرمى بتاع منتخب الشباب لكوريا الشمالية دخل فيه جون صعب جدا جدا من حارس أوزبكستان اللي شاط كورة بلهاء تماما مش ممكن تدخل في أي حارس مرمى. لكن صدمت كوريا الشمالية بهزيمة رياضية مهينة بعد إغلاق سفارتها في دولة أوزبكستان. تم وقف حارس المرمى سنة، ودلوقتي في إجراءات لمعاقبة حارس المرمى أكتر من كده، والعقوبات للرياضيين اللي بيغلطوا في كوريا الشمالية تقيلة جدا. في كلام عن استعداد أو احتمال لإعدام لاعبة جمباز من كوريا الشمالية عشان تصور السيلفي مع لاعبة جمباز أخرى من كوريا الجنوبية لما كانوا في أولمبياد البرازيل. بس سيلفي بين لاعبة جمباز من كوريا الشمالية مع العدوة الشقيقة كوريا الجنوبية كان بتنتظر حكم الإعدام. طبعا حارس المرمى ده لسه ما فيش عقوبة سياسية، إنما العقوبة الرياضية وقف سنة، والعالم ينتظر ماذا سيحدث لحارس المرمى في كوريا الشمالية.